أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك رجل افتتح أكبر صالة حلاقة، وسوف يقيم حفلا كبيرا بحضور أحد اللاعبين، وعندما أنكر عليه بعض الإخوة المستقيمين قال صاحب المحل: توني بفتوى من أحد أهل العلم وأنا أغلق المحل بعد ذلك، فهل يتيسر إصدار فتوى في مثل هذه الحال؟ اكتب السؤال وقدمه للإفتاء وينظر فيه إن شاء الله. نعم.